أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال حول الاختلاف بين الزوج والزوجة. الزوجة تدعي أن عقدها كان العقد الدائم، والزوجة تدعي أنه كانت منقطعة، وليس لكل واحد منهم شاهد. الجواب هذا باب التداعي. وموضوع العقد الدائم يختلف عن موضوع العقد المنقطع، فيراجعان إلى الفقيه الجامع للشرائط. فإذا شخص من القرائن يرى أيهما قول أيهما ودعوى أيهما مقدم فيؤخذ به، وإن لم يصل إلى النتيجة فيحتاط، والاحتياط الطلاق، ومن ثم العدة، ومن ثم العقد مجددا، والرجوع إلى الحاكم الشرعي من باب هذه الأمور التي لا يعلمها وكيف العمل هناك. خلاف مقتضاي عقد دائم. نعم. اهلا وسهلا. السؤال شرعي. نعم. انا اخذت زوجة ايرانية. اي. واتفقت وياها ارجع للعراق. اي. ورحت هناك ما وافق. اي. اعطتني وجدتي. مستمسكاتي طلعتي، كملت بيتي، ورا ست شهور ورا تسع شهور جيت عليها، قالت له سجل قبة الحسين باسمي ما اجي. وانا طلقتها غيابيا، بس هذا شو الى حق برقبتي لو لا؟ اذا طلقتها علي شرعا هم غيابيا. اي اي اذا طلقتها ويس الزوجه. اي ما يخالف اذا بعد العده تزوجت، ما يخالف اذا طلقتها بعد الطلاق، ما عليك شيء، ولكن مال قبل الطلاق اذا مدين. لا يقول لك الإخوان، يقول لك أما ما قبل الطلاق إذا له حق عليك لازم تأدي. إذا ما عاد عقد، حتى الغرام أساس البيت ملاك، إذا هالشكل لا، ما له حق، ما له حق. سلام عليكم. شلون؟ أي أي هذا مو مسألة رأي. شوف العلامة المجلسي رضوان الله عليه، إيه في أكثر من مورد، هم في كتابه بحار الأنوار، هم في كتابه مرآة العقول، ذاكر هذا وذاكر أقوال الفقهاء في ذلك. يعني على كل مسألة اجتهادية، مسألة اجتهادية، بحاجة إلى أن يكون الشخص بالمستوى يجمع بين الأدلة، بين الروايات. أي موفق إن شاء الله. السؤال في بيع المرابحة، هل يجب أن يقول مثلا هذا بعت هذا الشيء واشتريته بالأقساط؟ الجواب في بيع المرابحة معناه هذا، فيجب عليها أن يقول. السؤال على أنه يجب مثلا أن يقول اشتريته بكذا بالأقساط أو لشرط كذا وكذا، هل يجب أن يقال كل هذه الأمور؟ الجواب نعم. والمعاملة بينما يقوله الموجب والقابل أن يكون بينهما التساوي، وليس في المقام كما ذكرتم تساوي. السلام عليكم. بعد السؤال حول عتق الرقبة، بعد ولو كان في يومنا هذا موضوعه منتف، ولكن لماذا السبب والحكمة؟
جعل هذا العتق كفارة بعض الأمور؟ ولماذا كان زوجات بعض الأئمة وأمهات المعصوم من الإماء؟ الجواب: كل ما لم يقوله أهل البيت عليهم السلام فلا نعلم بحقيقة، ولكن ربما ولعل ربما لأجل هذه الجهة أن كون المرأة تكون أما لا يكون ذلك نقصا، كما لا يكون الحرية كمالا واقعية، هكذا كون شخص عبدا أو أمة فلا يكون نقصا. وكون الأم عند الناس نحو من النقص، ربما من هذه الجهة أنه مثلا عملا يقول المعصومون عليهم السلام بأن هذا لا يكون نقصا، فكانت أمهات البعض من المعصومين من الإماء. وربما أيضا جعل هذا الشيء كفارة لبعض الذنوب، عتق الرقبة. السؤال: من كان مثلا بنحو على عسر وحرج مثلا وامرأته زوجته مريضة وابنه مريض فيأخذ الربا لاستهلاك، فما نظركم؟ الجواب: أحد العلماء العامة له كتاب واستدل بجواز هذا القسم من الربا بأنه لا تأكل الربا ضعفا مضاعفا، ولكن الكلام لا يكون صحيحا، لأن القرآن وإن قال هذا الشيء ولكن القرآن نفسه قال في موضع آخر من دون هذا القيد: حرم الله الربا. وانظروا المثبتين لا تقيد بينهما، وهذا من المسلمات بينهما، ولا تأكل الربا ضعفا مضاعفا، وأيضا النهي عن أكل الربا مثبت، فلا يقيد هذا ذلك النهي المطلق من الربا بأنه إذا كان أضعافا مضاعفا فيحرم وإلا فلا. ولا فرق بين الشرائط والظروف كباقي المطلقات الأخرى والعمومات الأخرى. نعم، إذا كان لشخص حرج كانت المسألة له حرج أو ضرر فالحرمة ترتفع، في حد الحرج ترتفع الحرمة عن الحرج والضرر الشخصي. والربا إحدى المحرمات، ولكن ما جعل عليكم في الدين من حرج ولا ضرر يرفع عن الحرمة. السؤال حول التصاوير التي أو مثلا المجسمات من الحيوانات أمثال هذه التي نراها بكثرة في البيوت وفي جميع المواطن والأماكن، حيث صارت بعض هذه الأمور معالم لبعض المدن والبلاد بهذا النحو أيضا أو حتى في البيوت والمنازل، هل أنه الموضوع قد تغير؟ هل يقال عدم إشكالية صنع المجسمات؟ الجواب: الموضوع لا يتغير وهو من المكروهات ولا يكون من المحرمات. وفي الرواية أن جبرائيل قال للنبي صلى الله عليه وآله: إذا كان في بيت هذه الأمور لا تدخل معاشر الملائكة في بيت. والمراد من البيت لا أنه مثلا المنزل المسكن، لا، وإنما الغرفة، فلا تدخل ملائكة في تلك البيوت، وعدم دخول الملائكة أي تقل البركة، وهذه من جملة المكروهات وليست من المحرمات. السؤال: هذه الأمور بالنسبة للتماثيل
الجواب في بعض الروايات صورة حيوان. ونحن وملاك أنه هل هذا هو حيوان أو لا، تمثاله أو هو نفسه؟ وهذا الحيوان الذي قد جفف في حرمة في حكم التمثال أو في حكم الحيوان الحي؟ السؤال الصورة ومعنى الرسم. البعض الجواب البعض من المتأخرين ذكروا بأن الصور الفوتوغرافية لا تشمل المقام، وأنه لم يكن له مصداق سابقا. السؤال بعض الأمور المحرمة تجرى حتى يجفف هذا الحيوان. الجواب هذا الأمور من المحرمات أنها تكون من المحرمات مثلا إيذاء الحيوانات بالنسبة لإيذاء الإنسان، فهناك نعم يحرم إيذاء الإنسان، أما إيذاء الحيوانات فأنه ولكن أنا نظري على أنه إذا كان إيذاء الحيوان عرفان يحسب ظلماً، فإطلاقات الظلم تشمل المقام، فلا يشمل الإنسان فقط مسألة الظلم. مثلاً أن يرمي الإنسان مثلاً بعض الحيوانات بالحجر بمقدار حيث يجرح أو مثلاً ولا يموت، فإطلاقات حرمة الظلم تشمل المقام، فيقال بحرمة ذلك. السؤال حول كتاب مجمع النورين والتطرق إلى ذكر هذه الأمور حول إيذاء الحيوان. الجواب رأيت هذا الكتاب ولكن لم يكن من الفقهاء ولم يجمع بين الروايات بنحو صحيح. السؤال حول بعض الروايات التي تحرم إيذاء القطة. الجواب ليس لهذا الحديث والرواية سند معتبر. وبالنتيجة الفتوى بالحرمة يحتاج إلى دليل ومستمسك، فإذا وصل الفقيه إلى ذلك فيقول بذلك. وأنا بنظري على أنه حتى إن لم يكن لنا رواية في كل موطن وموضع صدق الظلم فيحرم إطلاقات حرمة الظلم في المقام حتى إذا كان بالنسبة للحيوانات. فنحن ومصداق الظلم، فإذا تحقق الظلم في مورد فنعم يقال أو أقول بالحرمة، أما إذا لم يتحقق الظلم فربما لا يقال بالحرمة. وهذا أدوات حصر ماكو به. يعني يدعي الانصراف في المطلقات؟ لا. يعني إذا انصراف صار بلا إشكال قبول، أما انصراف يحتاج إلى قرينة. هذه مال مقام العصمة، وإلا أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال لو أعطيت الأقاليم السبعة على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة، سلب نملة جلب شعيرة بلا إشكال هذا مو معصية. أما أمير المؤمنين يقول أعصي الله، مقام العصمة معصية تعتبر، أما واقعا مو معصية هذا.
يعني بد نملة وشايلة قشر من حنطة أو شعير وده تروح واحد يأخذ القشرة منه، هذا حرام. ها هذا العمل من الإنسان ظلم معصية حرام. ما لا لا ما يعتبر الله النمرة تروح تشيل بس قشرة أخرى. خذ الإمام يقول أعصي الله إيه في مقام العصمة هذه معصية. نعم لا لا شوفوا لا تطع من جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به فلا تطعهما، يعني تحرم الإطاعة. في المفهوم أنه لا تحرم الإطاعة، متجب الإطاعة. الفقرة التالية فهو اتبع سبيل من أناب إليه. إيه؟ هذا يرجع إلى ذلك الخير والحسن. إذا واجب واجب إلا الله. أدري سبيل من أناب، فقط الواجبات واجبات ومستحبات. إذن اتبع في الواجب وجوبا وفي المستحب استحبابا، فلا يدل على الوجوب. لا 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 إذا تشخصون أنه واجب قبول، أما فيما إذا أمر الوالدان بأمر غير واجب شنو؟ اتبع وجوبا واستحبابا، مو وجوبا فقط، لأنه من أناب وجوب عنده واستحباب عنده. اتبع حتى في المستحبات يجب الاتباع؟ لا، ما مفهومه لا تجب لا تجوز الإطاعة، مو أنه تجب الإطاعة، يعني لا تجب، مو أنه تجب الإطاعة. لا، إطاعة الوالدين ما حد ما قال الواجب، بل هذا في الصوم يبحثوا، في الحج يبحثوا. ماكو طيع الله ورسوله وأولي الأمر منكم، أما في الوالدين أن اشكر لي ولوالديك. أطع ماكو بالي بفرمك. السؤال حول سهل بن زياد القمي، بالنسبة إليه قيل كلمتان بالنسبة إليه قيل بأنه موثق، وقال آخرون بأنه غير ثقة وضعيف. ونظركم سعد خوبه، سعد خوبه سهل. الجواب بالنسبة إلى سهل بن زياد محل خلاف شديد، وأما بنائي أنا على ترجيح القول باعتباره للوثاقة. ما قيل في حقيقة الأمر في سهل سهل، وقال آخرون الأمر في سهل ليس بالسهل. محل اختلاف المجتهد والاختلاف القرائن مختلفة، البعض اعتبروه وآخرون لم يعتبروه، وأنا أراه معتبرا، وهذا يختلف عن مسألة الوثاقة.
محمد بن الحسن بن الوليد شكي ليسك خوبه. السؤال حول محمد بن الحسن بن الوليد. أحمد اسمك. الجواب لا شك في كونه ثقة. إنما الكلام بالنسبة إلى ولده أحمد. السؤال حول كلمة الإمام زين العابدين عليه السلام وارزقني علما في استعمال. ما معنى أي الجواب أي أن يا يعني علما مع العمل. أي علما مع العمل أي لا يكون علما من دون عمل. هناك رواية على أن العلم من دون عمل لا يجد صاحبه إلا بعدا عن الله. والاستعمال العلم أي العلم مع العمل. أي أعلم بأن هذا الشيء جيد فأصنعه، هذا الشيء غير جيد فلا أصنعه أتركه. السؤال هل هذه العلوم علوم الحديثة؟ الجواب الإمام سلام الله عليه في طلبه من الله سبحانه وتعالى أي العلم الذي يكون مورد قبول عند الله سبحانه وتعالى، ولهذا لا يكون من دون عمل. أما العلم ما يكون من العلوم مقبول عند الله سبحانه وتعالى فموضوع آخر، فما يستفاد من الأدلة وإطلاقات الواردة بأن كل علم غير من الجهل به. أما إذا كان هناك عنوان يضر بالناس وهو رواية التي ذكرها في أول المكاسب الشيخ الأنصاري مرسلة تحف العقول المعمول بها بأنه ما يأتي منه الفساد محضا، وهذا من المحرمات، أي ذلك العلم يكون من المحرمات. خوبه اینا مفیده، علمای مفیده، اما اگه علمای مضر شو. السؤال حول جابر حيث كان عالما في الفيزياء والرياضيات مثل هذه الامور. الجواب كان من العلوم الجيده هذه الامور التي كان يعرفها مثلا جابر، ولكن مثلا علم الفقه وهذه الامور من العلوم الاهم، علم الحديث، علم الفقه، علم الاديان والابدان وهكذا. الشيخ الصدوق نقل روايات أيضا، والشيخ المفيد كان له اختصاصات عديدة، الشيخ البهائي هكذا. السؤال حول بناء العقلاء وفي الحجة، فهل المراد منهم هم المتشرع؟ الجواب هناك مسألتان، المسألة الأولى مسألة العقل، وهو العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. فإذا أساء التصرف شخص من ذكائه وهذا يسمى شيطنا وليس عقلا. والمسألة الأخرى مسألة العقلاء أي بناء العقلاء، الطرق الإطاعة والمعصية عقلائي، إلا إذا ما وسع الشارع وبين الشارع وضيق وجعل إطار على ذلك. فكل شيء رأى العقلاء هذا الشيء طريقا فيكون ذلك معتبرا، إلا أن الشارع مثلا يخطئ شيئا كالقياس والعقلاء يرونه طريقا ولكن الشارع خطأ هذا الطريق، وإلا فطرق الإطاعة المعصية كلها عقلائية. والشارع المقدس لم يقل بأنه بين العقلاء حجة، وإنما قال بأن أطيع الله سبحانه وتعالى ولا تعصوا الله سبحانه وتعالى. ومن نظر العقلاء الإطاعة والمعصية ما هو، وهذا في الحجية. الشارع قال أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم، وما هو صدق ما هو يكون طاعة فهو ببناء العقلاء.
فما يراه العقلاء بأنه طاعة معصية هذا يكون واجبا مثلا وهذا يكون حراما إذا رأه طاعة. فبناء العقلاء حجة من باب أن مصادق لطاعة المعصية، لأن الشرع لما قال أطيع الله لم يقل ويبين ما هي الإطاعة. العقلاء ما يرونه طاعة يؤخذ بنظرهم. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.